يطلع لك الدم انك تبقى تطلب الناس على قبل الطوموبيل، يطلع لك الدم طرونسبور بوبليك حيت هو بوبليك هي بالسميه. شفتي المصاريف المتعلقه بالسياره؟ عرفتيهم وصافي سالينا. نهضروا على كيفاش تشري سياره من الانترنت. اول حاجه اتصل بالبائع، عرف واش انسان معقول، واش انسان ثقه، واش الا درتي معاه شي بلاصه ولوقيت وجيتي معاك الميكانيك ما يخويش بك، يعني هيجي عندكم يعني هيتلاقاكم وما عندوش مشكل وقلب واسع وخاطر واسع انك تقلب طوموبيلك كيف ما عجبك. تصور اللي حاط السيد هدف السيت انترنت، واش هما اللي كاينين في الواقع، واش نفس العدد ديال الكيلومترات، واش نفس الجوانت اللي كاينين تما، لي زوبسيون اللي كاينين تما. فتش الطوموبيله وفليها السيت، الا لقيتي اي اختلاف واخا يكون اختلاف بسيط ما بين التصاور وما بين الطوموبيله اللي لقيتي في الواقع، عطيه اتساع، جيب شي ميكانيك صاحبك، شي طولوري صاحبك، وقلب توا معاك طوموبيل، جرب السياره، سوقها، فراني، كسيري، دوز لي بواط فيتاس، شوف لومبرياج كي داير، جرب السياره مزيان، طلق ودنك مزيان، سمع الموتور، سمع التخرقيف، واش كاين شي تزعزع، فين ما كان شي صوت ما عجبكش سول عليهم. السياره الثمن ديال السياره غالبا في المغرب ما كيكون غونفلي من فوق بزاف. السياره عندنا حنا تترتبط بالعام اكثر ما كترتبط باللي زوبسيون اللي راكبين في السياره. انت واش حال دار ولا ليطا ديال الطوموبيله كي دايره، شنو هما الديفويات اللي فيها؟ علاش؟ حيت حنا ملي تنبيعوا الطوموبيله تنمشيو نشوفوا اي واحد كاين في اي سيت انترنت من المعروفين، وكننقلوا نفس الثمن تنحطوا عندنا وتنكنزوا فيه.